النقطة الأولى الإيقاف الفوري لكل حملات تبادل العنف وتشويه وسباب وتجنب كل ما يعكر الأجواء العامة ويعيق تضافر الجهود من أجل السيطرة على الوباء وإنقاذ اقتصاد البلاد مع الالتزام بروح المسؤولية واحترام الأطراف السياسية المنافسة والحرص باستمرار على تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر. 2 الالتزام الجميع بتأجيل الخوض في المسائل السياسية الخلافية إلى حين التخلص من وباء الكورونا والابتعاد عن شبح الإفلاس وتقديم الأهم على المهم بتجميع جهود الجميع وتركيزها كلها على مقاومة هذا الوباء الفتاك وحماية حياة المواطنين من جهة وأنقاذ البلاد من إفلاس يراه خبراء الاقتصاد شبه مؤكد من جهة ثانية. 3 دعوة كل من السادة رئيسي مجلس النواب والحكومة الاجتماع عاجل بقصر الجمهورية بقرطاج يعقد في غضون 48 ساعة من تاريخ الخطاب بمجلس النواب يخصص لطي صفحة القطيعة واستعادة الاتصالات الطبيعية بين الرئاسات الثلاث وتدارس رهانات المرحلة ومتطلباتها على أن يتم التوصل في ذات الاجتماع إلى حل يمكن الوزراء الحائزين على ثقة مجلس النواب باستثناء الذين تعلقت أو تتعلق بهم قضايا فساد جارية من أداء اليمين أمام سيادتكم في علاقة برئيس الجمهورية. طبعا في غضون 3 أيام من تاريخ الاجتماع حتى تستكمل الحكومة تركيبتها الطبيعية. والنقطة الرابعة دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بحضور رؤساء كل من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنية في جلسة تخصص للتشاور حول ترتيب إطلاق حوار أصبح لابد منه حول أهم أولويات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي. طبعا نحكيه حول هذا النداء مع واحد من الموقعين عليه الأستاذ البشير المجدوب رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني. برشا يتسألوا سي بشير لماذا هذا النداء ولماذا كان موجها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وليس إلى الرأي العام التونسي والشعب التونسي. شكر متجدد لهذه الدعوة. أريد فقط أن أوضح نقطتين. النقطة الأولى أني هنا بصفتي الشخصية ولا بصفتي رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني، وبالتالي فقد أمضيت أو تبنيت لأنه فماش عملية مادية متاع مضى هذه الوثيقة بصفة شخصية ولا دخل للهيئة المديرة أو للجمعية في هذا الموضوع. النقطة الثانية أنا لست عسكريا أصلا، يعني أنا رئيس الجمعية ومعهد تلقيت تكوين في معهد الدفاع الوطني ومعهد الدفاع الوطني يقع اختيار ثلة من الإطارات العليا في الدولة ومن المؤسسات العسكرية لقضاء سنة كاملة من التكوين. ثم في سنة 2015 احنا قمنا بتكوين هذه الجمعية ومن مؤسسي هذه الجمعية بمعية ثلة من الأخوان من بينهم أمير اللواء المتقاعد محمد المدب ما قبل 2011 وبالتالي هذا حتى نحط الأمور في نصابها. لماذا هذا النداء؟ النداء موجه لسيادة رئيس الجمهورية ولا لغيره باعتباره الضامن لتطبيق الدستور وباعتباره السلطة العليا المؤتمنة على أمن وسلامة البلاد، وهو في تقديرنا عربنا تقدير له وعربون اعتراف بأنه المؤسسة كرئيس جمهوري الأقدر على التدخل لحلحلة الوضع الذي عليه البلاد، وهو ربما بدون الخوض في التفاصيل فالوضع معروف، يعني شلل تام يعني في مؤسسات السير العادي لدواليب الدولة، حالة من الوباء ربما لم نتوفق إلى حد كبير في معالجاتها، أما الوضع الاقتصادي والاجتماعي فهو يعني لا ينبئ بخير. وبالتالي نعتبر أن السكوت على هذا أمر غير طبيعي من طرف مواطنين عاديين عملوا في بناء الدولة الوطنية كل من موقعه
وحسب إمكانياته وحسب اجتهاده ويدلي بدلوه أو يعطي رأيه في الشأن العام بدون أي خلفية يعني أخرى، بدون أي خلفية سياسية. بشير مجدوب رئيس جمعية قدماء مع الدفاع الوطني، خمسة شخصيات أخرى كانوا موقعين معك على هذا النداء: سي محمد المدب أمير لواء متقاعد من الجيش الوطني، بوبكر بن كريم كاهية رئيس أركان جيش البر سابقا ووالي سابق، علي السلامي عقيد متقاعد، سي مختار بن نصر غني عن التعريف عميد متقاعد من الجيش الوطني كان ناطق رسمي في وقت من الأوقات باسم وزارة الدفاع، أيضا سهيل الشمنقي عميد متقاعد من الجيش الوطني. ومن هنا جاء الجدل، جاء الجدل على اعتبار أسماء وازنة، أسماء لها تاريخ في المؤسسة العسكرية في تونس. ما تعودناش عسكريين سواء يباشروا وإلا متقاعدين يدليوا بدلهم في الشأن السياسي وأيضا يكون عندهم مواقف سياسية. شو رأيك في الجدل اللي صار سي بشير؟ هو التفاعل مع أي نداء أو أي مبادرة معنى أنها ليست مبادرة يعني هامشية تستحق يعني التفاعل معها. لكن ما يجب التأكيد عليه عدد واحد، أن صاحب المبادرة أو صاحب الفكرة صح التعبير هو الأخ محمد المدب، فتحني أنا شخصيا دون سواية في الموضوع وناقش، جاءت بوثيقة في قالب نداء ووقع يعني مناقشتها وإدخال تغييرات معناتها عليها، وقام بنشرها وكان اسمي موجودا فيها، ويعني مدام اسمي موجود فيها فأنا موافق عليها. أوكي. الحاجة الأخرى، لم أتواصل مع أي كان في هذا الموضوع، ولم أتواصل خاصة مع سيد مختار بن نصر وهو شخصية معناتها ما معروفة، لم أتواصل معه إلى حد هذا الصباح حول هذا الموضوع، ولا أعلم أصلا إن كان للسيد مختار بن نصر أو غيره يعني توجه معين، فهذا أمر يعنيه ولا يعنيني في شيء، لأن هذا النداء عندما يعني يقع يعني النشر متاعه كل من يرى أنه يمثل فيه الفكر أو يلقى فيه نفسه إما ينتقده أو ينخرط فيه. أما بقية الإخوان اللي ذكرتهم فباستثناء الأخ محمد بوبكر بن كريم باعتباره عضو في الجمعية وصديق، فالآخرين لا أعرفهم قطعا ولا أعتقد أصلا أنهم يعرفونني. تبدأ الأمور واضحة بحيث لم يكن هناك يعني لا تنسيق ولا حديث، ويعني وأنا من المؤسف أن تسير يعني استنتاجات إلى درجة أنه هذا يعني ذهب أخذ الإخوان معناها من زملائكم إلى القول ثم تبناه واحد آخر بأن هذا النداء قد تم يعني تدوينه في مقر تنظيم سياسي معين أنا لا أعرفه. أنا المكتب متاعي ليس في مونبليزير، ولم أذهب قط إلى مونبليزير بكل صدق يعني، ولا دخل لي في يعني. ولا دخل لي لا في حركة النهضة ولا في أي تنظيم سياسي آخر. والقول بأن السيد العميد المتقاعد مختار بن نصر قد قاد هذه العملية بوعد، فحقيقة يعني كل ما أستطيع أن أقوله بدون تردد وبكل قوة مع أنه أمر يعني سخيف، ولو كان الأمر كذلك لا أعلم توجهات هذا الأخ الكريم، هو حر في التوجهات متاعه كما أنا حر في التوجهات متاعي، ولو يقدر لي أن أنخرط في تنظيم سياسي بعد مغادرتي لرئاسة جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني لن أنخرط قطعا في هذا التنظيم السياسي الذي يعني اختاره بعض من التونسيين وهم أحرار في ذلك، ولا وصية عليهم لا مني ولا من غيري، لكن أصلا
الإنسان متحرج بشو. أنا أصلا أصولي أصولي دستورية، وفي كل الحالات لو أني في يوم من الأيام ولست منخرطا في أي تنظيم سياسي حاليا، لو في يوم من الأيام أفكر قرر التنظم الحزبي أفكر أن أنخرط أو أن أنشط أو غيره، فالوجهة متاعي معناها لن يكون حزب حركة النهضة. لا لا لا، أصلا الوجهة متاعي معناها معلومة، لو قررت لو قررت معناتها أنا معناتها إنسان بعيد على الأمور هذه فلتو سنوات أو سنوات، وليس تهربا من مسؤولية التبني هذه الوثيقة التي لم يفرضها علي أي أحد أنكور موا تنظيم التنظيم. ولو كان يطلع التنظيم ما لا فما تنظيم فرضها عليها فأنا منزحب منها تماما، لأني لا أخدم أجندة أي كان. وأصلا لكن زيادة أستاذ بشير، فما شكون يسمع فينا يقول لك هل كانت بالعفوية هذه أنه 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 أميرال المتقاعد محمد مدب يقترح الوثيقة وأنك أنت توقع عليها وتوقع عليها ومن غير ما تكون بيناتكم؟ أنت قلت ما نعرفش مع أنت حتى بعض الموقعين مع أنت ما تصلتش بالبقية وكذا، يعني فما ناس زيادة تقول لك بعد الجدل الذي اللي صار الكل معناتها هل كانت بالعفوية هذه يعني العملية، يعني نداء من أكية فيه مطالبة لرئيس الجمهورية أنه ياخذ إجراءات، أنه يمشي للبرلمان، أنه يلقي خطاب، أنه يلم الأطراف السياسية كذا، كمان في نداء بتدابير سياسية والموقعين ما همش شوية وفي تقاطع في المضمون السياسي بأوزانكم معناتها مع دعوات لأحزاب سياسية للي يعرف بأوزانكم في الدولة في مساركم الوظيفي المهني في خدمتكم للدولة وحتى فيما بعد معناتها حتى في عملكم خارج بعد التقاعد، يعني نقصد معناتها في الجمعية قدماء معهد الدفاع ولا غيرها حتى من الجمعيات، لأنه فما نشاط كبير مع سيد مختار بن ناصر مثلا كان فترة معينة رئيس اللجنة الوطنية مكافحة الإرهاب كان عنده نشاط كبير، الأميرال محمد مدب عنده نشاط كبير زيادة عنده محاضرات، أمير لواء عنده محاضرات عنده عمل في المجتمع المدني كذا، يعني هل كانت بالعفوية هذه فعلا؟ نأكد لك اللي هذه بالعفوية هذه، فمثلا أنا لا علم لي أن الأميرال، لأنه السيد محمد مدب أمير لواء، أن الأميرال العكروت قد قام بمبادرة أو كتب شيئا ما في نفس التزامنا معك، وأكد لك يعني ذلك على بشير المجدوب تنفي ما راج وما أشيع من تحاليل وقراءات على أن هذه المبادرة جاءت لقطع الطريق ولربما ضرب مبادرة أخرى تقدم بها الأميرال المتقاعد كمال العكروت، فمش كون أقرار المبادرة بتاعكم في الجانب هذا. أؤكد لك أنني لا أعرف محتوى مبادرة السيد العكروت، وأحنا كل ما قمنا به يعني إخذاء منها صداء، ومازلت ما شفتش صحافي واحد يحلل في المحتوى متاعه ونوعية الجرم اللي ارتكب في دعوة سيادة رئيس الجمهورية بالمقام اللي هو يليق به لاتخاذ إجراءات هي أولا في صلب صلاحياته، ثانيا صلب الدستور، أحسن دستور في العالم اللي عملوه التأسيسي، واللي على أساسه هو تم انتخاب سيادة رئيس الجمهورية. يعني بعبارة أوضح، لا عنده حتى علاقة لا بأعضاء مجلس النواب ولا بالكتل متاع أعضاء مجلس النواب ولا بالحكومة ولا بشخص سيادة رئيس الجمهورية أن طونك تال، اللي احنا نعرفوه خريج خريج كلية الحقوق كيما العبد الكل كيفنا نحن الكل كيما شخصي المتواضع متخرج من نفس الكلية، وقر والكل الاحترام لشخص اختاره التونسيون ليكون رئيسا معناتها عليهم. لكن انك تقول لي انا كمواطن عادي نتابع في الشأن العام وهذا ومسكت على الشيء اللي نكون نشوف فيه، يظلي امور ماهيش
ماهيش معناتها ماهيش مقبوله. والنجم يقول لك حتى ماهيش اخلاقيه الانسان كيف ما يتكلمش مجرد ابداء راي. احنا ايش قلنا سيدي؟ ايش قلنا؟ فما حاجه سيادتك وقت اللي قدمت الموضوع احنا قلنا له يمشي سيد رئيس الجمهوريه وين التمسنا منه باش يتوجه. ما التمسناش منه باش يتوجه الفكنة او الوزاره الداخليه او لتاكيد معناها الصفات معناها اللي عنه. احنا قلنا له لو يتكرم ويتفضل ويمشي لمجلس نواب الشعب. علاش؟ مش مجلس نواب الشعب اللي فيه الرمز اكس والا ايغريك، هو مجلس نواب الشعب اللي اختاروه التوانسه اللي انا وصي عليهم ولا اي كان وصي عليهم. هو اختار الشعب باش يكون هكا، الشعب اختار باش يكون تدار الشؤون نتاعو بالطريقه هذه، هذه اموره. اذا كان مش يخطب فهو في صلب الصلاحيات نتاعو. واحنا ذكرنا خاطر فما ترمينولوجي ربما وقت اللي قلنا جلسه يعني ممتازه. اش معناها جلسه ممتازه؟ يعني يحضروها الناس اللي دو دروا يحضروها، يعني اعضاء مجلس نواب الشعب، اعضاء معناها الحكومه، ثم تدعى الى ذلك نظرا للصبغه السياسيه وللوضع المتردي اللي فيه البلاد. قلنا يستدعوا له المنظمات الوطنيه، ما قلناش يستدعوا الاحزاب. احنا نشوف لك كان فما ربما الانسان غفل. هل هو احنا نرجعوا نناقشوه سي بشير مجدول؟ احنا اسئلتنا خلينا نحطوا الحوار في سياقه. طبعا دائما احنا كصحفيين نتفاعلوا مع ما يحصل من اعتمادات في المجتمع ولدى الراي العام، وحبينا نحطوا الامور في اطارها من البدايه رفعا لاي التباس راجعين مش نناقشوا معاك مضمون هذا البيان او هذه المبادره او هذا النداء الموجه لرئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد. شنو هو اللي خلاكم تتكلموا؟ برشا يتساءل. نعرف انه القيادات العسكريه والعسكريين بشكل عام وكل من عمل في وزاره الدفاع الوطني عاده قليل وين يخرجوا الإعلام، قليل وين يخرجوا للرأي العام ويتكلموا في السياسة. هناك طبعا أسباب، ما هي هذه الأسباب وما مدى موضوعية ونجاعة وفاعلية ما تقترحونه من مقترحات اليوم لوضع حد للأزمة السياسية رهنة وانقاذ البلاد من شبح الإفلاس كما أكدت في أحدى النقاط؟ راجعين مباشرة بعد الفاصل. هنا تونس، رجعنا من جديد مستمعينا الأوفياء متابعي ومستمعي راديو ديوان فهم في كل مكان في صفاق. استسمعونا على 91.2 في جابس، على 99.1 في نابل وسوس، على 107.3 في المهدية والمنستير تسمعونا على 94.7، وفي تونس الكبرى تسمعونا على 93.5. ضيفنا الرئيسي في ساعتنا الثانية اليوم من برنامج هنا تونس الأستاذ البشير مجدوب، رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني. نحكي وعلى النداء اللي كانوا وقعوه مجموعة من القيادات العسكرية المتقاعدة، نداء موجه لرئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن مجموعة من النقاط. مش نحاولوا في النص ساعة المتبقية في هذا الحوار ندخل في المضمون على وجه الخصوص. بشير مجدوب، شنو اللي خلاكم تتكلموا؟ شنو اللي خلاكم تطلقون صيحة فزاعة؟ شنو اللي خلاكم تدليوا بدلكم في الشأن السياسي وانتم في العادة تتجنبوا الجانب هذا؟ ساعة القول بأنه العسكريين المتقاعدين ما يتكلموش، هم يتكلم نقول لك وما نشوفش علاش ما يتكلموش، لأنه وقت اللي يخلي البدلة نتاعو ويخرج للحياة العامة يولي مواطن. اوكي، احنا مثلا في الجمعية وقت اللي جاء القانون اللي يمكن الأمنيين والعسكريين من الانتخاب كان كمشروع ناقشناه وخذينا منه موقف وقلنا يستحسن عدم يعني عدم يعني تمكين هؤلاء من الانتخاب طالما أنهم يباشرون مهام أمنية أو العسكرية، وكاتبنا مجلس نواب الشعب في هذا الشأن باش تبقى الأمور واضحة. لكن وقت الإنسان يخرج للتقاعد هو مواطن، هو إنسان تكون لمدة 40 سنة وإلا 50 سنة وصرفت عليه الدولة ومارس مسؤوليات وتوف هو في خريف العمر، في خريف عمره معناتها. إذا كان ما يتكلمش باش ينصح، ما يتكلمش باش يبدي برأيه جهرا
ويتبجه به لمن له النظر لشكون مش يتوجه. وأنا شفته مثلا الصديق سي محمد المدب دائما وأبدا يتكلم في بما في ذلك وقت اللي تكلم هالأيام يقدموه ويحطوا تحت منه الأمير اللواء المتقاعد في برامج تلفزية وإذاعية منذ أكثر من 10 سنوات وبقطع النظر على هذا فضلنا على سي بنصر اللي هو كان رئيس الهيئة ويتكلم إسكاليتي ولا غيره. أنا واحد من الناس رأيي وأنا حر فيه ما نشوفش شو المانع كون الإنسان يعطي رأي. طيب كيف سألوا سي محمد الناصر رئيس الجمهورية الأسبق تو مدة يومين قال من الطبيعي أنه عسكري يبدي برأيه في الشأن العام هذا يعني تقريبا اللي يدفع اللبس. علاش بتوجهنا ما تحب نتكلموا بصراحة؟ أتمنى يعني أتمنى هذا سي بشير أتمنى أنك تسمي الأشياء بمسمياتها سموا الأمور بمسمياتها خلينا نوضحوا لرأي العام شنو اللي خليكم تتكلموا في هذا التوقيت بالذات وفي هذا الخطاب بالذات. نحن لا ندعي شيء ربما نعطيك مثال أو بسيط وأنا متحرج لكن نقول بكثير من الحياة وما كنتش نتمنى نسمه. أنا وقت اللي تسمع مسؤولين في الدولة في هرم السلطة نتحدثوا على 500 جرعة متاع تلقيح هذا ينسبها المؤسسة رئاسة الجمهورية والآخر يقول لا راهو توسط فيها رئاسة الحكومة. أنا يندى جابيني لهذا تحكي كيف على نشوف الجرعات اللي تلقيناها من دولة الإمارات لأن نعطي في سيادتك في بعض الـ 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 الأمثلة لأنه اللي تابع الشأن العام ثم مقامات يلزمها تحترم حتى في أكبر الديمقراطيات نتاع العالم الناس يلزم تحترم المقامات ونحن نقول اللي نحترم معنى المقامات. أنت كيف تسمع يعني اللي جي سيد رئيس الجمهورية يقول فما ناس في مجلس النواب أعضاء مجلس النواب مثلا عندهم شبهات فساد ويعطي رقم ثم يطلع المكلف مغادي يقول لا راهو الحكاية هذه غلطة وما فيهاش منها. كيف يطلع مؤسسة رئاسة الجمهورية تقول راهو مثلا ثم شكون قدام المحكمة عنده الملف الفلاني ويطلع الناطق الرسمي باسم المحكمة ويقول الحكاية هذه ما فماش. دونك إليا بيريل أون لا دمور ويلزم السيد الرئيس يتحمل المسؤولية. أستاذ لو تسمح لي نعلق الإشكال ماهوش في أنه يكون إنسان عنده صفة عسكرية ولا حتى صفة أمنية لأنه أمنيين انطبق عليهم نفس الموضوع نفس القانون تقريبا في هذا ويكون خذ التقاعد ويمشي للعمل المدني نشاط سياسي نشاط جمعياتي فكري ثقافي إعلامي ما يشاء له حقوقه المدنية كاملة لأنه فما مهن عندما تدخل لا تتخلى عن بعض حقوقك المدنية هذيك الواجب متاعها. لكن الإشكال هو أنه توقيع على الوثيقة كان بصفة عسكرية يعني بصفة رتبة كذا كذا متقاعد من الجيش الوطني رتبة كذا كذا. الإشكال في هذا يعني في فرنسا 3 أسابيع التالي طرحت نفس الإشكالية مجموعة من ضباط المتقاعدين من قيادة العسكرية متقاعدة صحت على وثيقة اسمها وثيقة استعادة الجمهورية وطالبت فيها رئيس فرنساوي ماكرون بأنه يضرب بيد أقوى ضد النزاعات الانفصالية والإسلاموية إلى ما آخره. رئيس أركان الجيوش 3 فرنسية معناتها اعتبر هذا تجاوز كنش قبول به وطالب العسكريين اللي وقعوا تخليوا عن صفتكم العسكرية وابديوا أراءكم فيما تريدون. يعني الإشكال ربما هو مش ما نجموش نمنعه حتى مواطن تونسي طبعا مدني أو عنده صفة مدنية من أنه عبر على رأي ولا وقع في أي في تقديرك الأشخاص الموقعين على هذا النداء سقطوا ربما من حيث صيفة لا يعلمون صيفة في تنظيف رمزية المؤسسة العسكرية في هذا الموقف. شوف غلطة ما نحبش ندخل في النوايا توظيف الرمزية ولا هذه نوايا ما ننساوش المؤسسة العسكرية الأكثر ثقة لدى أكثر ثقة لدى وهذه نفس الغلطة اللي يتيح فيها ربما سيد كمال العكروت مش قول أميرال لأنه هو مقدم روحه كشخصية سياسية تاو لأنه يعمل في السياسة بطريقة مباشرة ربما الموقعين على الوثيقة هذه ما همش يعملوا في السياسة بطريقة مباشرة لا هم طرحين أنفسهم لا الدور سياسي ولا انتخابات ولا شيء من هذا. لكن السيد كمال العكروت بوضوح معناتها يخذ في
في في بونشون بوليتيك في 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 مسار سياسي. نفس المسألة انه يقدم نفسه كاميرال متقاعد من الجيش وكذا وكذا ويستغل الصفة ذيك موش به. يعني الإشكالية ربما في الصفة واعتمادها في التوقيع، موش الإشكالية في انه يكون فما نداء من جانبك. نقدم شوي نحبوا نحكيوا على المضمون ولا. ايضا سي ولا. سي, سي, سي بشير توجهكم بهذا الـ 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 النداء لرئيس الجمهورية وتذكيركم ليه من خلال ذكر الفصل 72 من الدستور اللي ينص على أنه رئيس الدولة هو رمز وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسعى على احترام الدستور، هل في هذا أقرار بأنه رئيس الجمهورية اليوم هو جزء من المشكل إن لم يكن كل المشكل وكل الأزمة السياسية في تونس؟ لا. عشر ثواني تعقيب بسيط. لا لا مش تعقيب، الإشكال الشكلي، إشكال شكلي قد قد يطرح. أنا كيف جاي قدامي مضيت به، مضيت ما حتيش كيما يقولوا والي سابق أو عضو حكومة سابق أو ما غيره. أنا في الجمعية وحتى مع زملائي كلمتهم بعثتهم ما رأينا نتكلم بشفتي الشخصية أنه الإخوان اللي وقعوا محمد المد بوقت لا وقع، نعرف اللي هو وقع وعادة يكتب أمير اللواء معناها متقاعد. يعني نقول لك حاجة برك وربما سهرة يعني التفسير اللي مشيت فيه سيادتك ولا مشاو فيه بعض من المحللين قد يكون الإشكال شكلي ولا يتعلق بأنه ربما لو كان كتب مواطن بسيط يقولوا هذا ما لا يتلف ولا عمل مبالغة في التواضع ولا غيره، لكن أكد لك أنه الأصل لب متاع الموضوع لا علاقة له بالصفة وبالصفة العسكرية القديمة ولا بالبدلة ولا للمؤسسة العسكرية أو الزج بها أصلا، باعتبار اللي المؤسسة العسكرية هي فعلا أكثر مؤسسة في البلاد اللي في استطلاعات الرأي تحظى بفيقة التونسيين، وهذول الضباط كانوا يخدموا غادي. دونك هما يمثلوا وقت اللي يخرجوا، وقت اللي هما كما يقولوا اون اكزرسيس سافا معناها يلفون بارتي من الناس اللي حظوا بالثقة، كيف يخرجوا وش عندهم يعملوا؟ كيف شغل من نجيو للمغلوب نتاع المضمون نتاع الوقت. احنا شكون قلنا التمسنا من السيد الرئيس باش يمشي؟ لا ويلفو وين باش يمشي. وقلنا الجلسه الممتازه السيد رئيس الجمهوريه يعرف فيه اللي يحبه، ما قلنا يعمل بيان للشعب التونسي عبر منصه مجلس نواب الشعب. بيان سور ما نتصورش نمشي على القهوه، ما نتصورش اللي معناها ثم مقام اكثر رمزية من مجلس نواب الشعب صائغ الدستور وقت اللي كان هو في المستوى التأسيسي، ولا بفضله سيادة رئيس الجمهورية تم انتخابه على هذا المعنى. أولا هو حقه، هبش أقول واجبه دي من نظر المنقمات حقه. وإذا كان ثم حاجة أخرى باش الناس تتحدث في وسطها أو فضاء آخر ماذا بينا ينورونا عليه المحللين أو الإخوان في الأعلام باش يقولنا قلنا يمشي غادي وتجي العباد الكل. لاخي الاتحاد العام التونسي للشغل مش توجه سيادة الرئيس باش معناتها يعمل الحوار الاتيكا اتحاد الفلاحين كي اي معناتها كونت كي كونت حتى واحد ما هو ضد هو يجي يقول ويخاطب الشعب التونسي كما تفضلت ويقول اللي يحب هو، ولعل يقترح حاجات اللي احنا بكلنا نصطفوا وراها باش نقدموا ببلادنا. وقت ما قلنا بعد ما يعمل الخطاب نتاعو يحط فيه الافكار اللي يحب عليه هو، وكيف يطلب افكار فما ناس على ذمته، لا هو طلب ولا احنا قلنا له هاو الافكار نتاعنا ايجا نقولوها لك. اما بكلنا جنود دون لو سونس نوبل دو تيرم، ايا كان من واجب يقولوا اعطي رايك سواء في مستوى هو في مستوى الناس اللي من 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 من, من, من حوله. طب فماش مكان خير من مجلس نواب الشعب. واش قلنا؟ قلنا ما فيها بس بعد ما يعمل البيان نتاعو اللي مؤكد باش يلقى صدى كبير لدى المواطنين ومش يتحمسوا، ينادي للناس، هو امر ينادي للناس اللي ثم معاهم اشكال ويحلوا الاشكال. كيفاش باش نديو الناس من الخارج باش يحلوا لنا الاشكال نتاعنا ويقول ها هو شو لازم يكون، ها هو هذا يقعد، ها هو هذا ما يقعدش، ها هو اش باش نعملوا في الميدان مع مكافحه الوباء، ها هو الامور نتاع القروض نتاعنا واحد التو. المقصود بعباره الناس رئيس الحكومه ورئيس البرلمان هو القانون هكيك يقول، معناتها هما ثلاثه، هذا رئيس جمهوريه الاخر رئيس حكومه
يمثلوا الاكزيكوتيف كل واحد واحد، والاخر رئيس مجلس النواب لانه هو عضو مجلس النواب، هو يمثل الـ 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 النواب في درجة أقل من السيد رئيس الجمهورية اللي هو يبقى الرمز لهذا. يناديهم، ونحب نوضح وقت ما نقول يناديهم ويفضوا الإشكاليات اللي عندهم، ثم يعملوا اجتماع متاع مجلس الأمن القومي. وشو المشكلة مع المجلس الأمن القومي اللي مش يحدث على مواضيع مصيرية للبلاد؟ يبدأ فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمات الوطنية الفاعلة اللي يتفاعل معها الرأي العام وسلو كونترول مع تدي ميديا تعس، يقولوا هاو ايش باش نعملوا وايش باش نعملوا وايش باش نعملوا وايش باش نعملوا، ويقول لهم نفكوا من السباب، نفكوا من الـ 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 الشتام، راهي البلاد. اذا كان الحل سهل سي بشير مجدوب رئيس جمعيه قدماء مع الدفاع الوطني، اذا كان الحل سهل كما تشوفوا بالطريقه هذه، شنو اللي خلاه ما يتمش الى حد الان في تقديركم؟ ما الذي يمنع من حصول هذا اللي تحكي فيه موجود في الدستور؟ برشا قبلكم قالوا ودعاولوا بما في ذلك احزاب سياسيه، منظمات وطنيه، شخصيات وطنيه، ما الذي يحول دون هذا؟ والله دو شوز. اولا وربما كي يقع فيه توجيه الكلام لسياده رئيس الجمهوريه من طرف احزاب وتنظيمات وغيره كذا، احنا نحسوا ان سيادته عنده شويه حساسيه من فهل التنظيمات هذه، وكان صادق حتى مع الناس هو وقت اللي تقدم للانتخابات وقال الكلام هذا، وهو تقريبا الرئيس الوحيد في العالم اللي تم انتخابه والناس عطاته الثقة بتاعه ما غير ما فما برنامج متاع عمل، مش أنا اللي قلته، هو اللي قالوا. دونك يزم يفعل المؤسسات اللي من حوله باش تمشي البلاد، معناتها البلاد وهذا بيسألني، معناتها البلاد واقفة، معناتها عندها 10 سنين. واحد، اثنين، ماذا بينا إذا كان ما نخدموش في الإطار هذا، أنه الإطار داخل فما إطار آخر تدعو له بعض الأحزاب السياسية بما في ذلك تفعيل الفاصلة 80 من الدستور. هناك من يدعو رئيس الجمهورية لاستعمال ورقة المؤسسة العسكرية للقيام بإيقافات للفاسدين، لفرض حالة الطوارئ، لأيضا استعمال القضاء العسكري لوضع حد لمنظومة الفساد السياسي المستشري في تونس ما بعد 2011. هذا كلام قاعد يتقال في العلن، فما فيه دعوات حزبية وسياسية. راجعين مش نناقشوها معاك البشير مجدوب رئيس جمعية قدماء مع الدفاع الوطني مباشرة بعد الفاصل. هنا تونس، هنا تونس، الماضي ساعة وسبعة واربعين دقيقة. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين. ضيفنا الرئيسي البشير مجدوب رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني، نحكيه على النداء اللي كانوا وجهوه مجموعة من القيادات العسكرية المتقاعدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، جدل سياسي وإعلامي كبير صار في علاقة بهذه المبادرة خلال الأسبوع الفارط، نحكي طبعا حول هذه المبادرة وأفاقها، خلفياتها ومضمونها في حوارنا مع البشير مجدوب رئيس جمعية قدماء مع الدفاع الوطني. قبل ما نعطيك الكلمة سي بشير، نعطي الكلمة لجهاد الحسلم للتفاعل ولطرح أسئلته أيضا. هو بالضبط محمد، نرجع للسؤال اللي انت قلته معناتها توا بخصوص تفعيل الفصل 80، معناتها لانه بزاد ما نجموش ننكروا انه فما سياق عام في البلاد سي بشير، وفما الوثيقه اللي المزعومه التي قيل انها سربت من ديوان رئيس الجمهوريه، مازال ما نعرفوش صحيح ولا لا، وفيها حديث مقترح على الاقل لتفعيل الفصل 80. فما برشا حديث في الاسابيع الاخيره على انه رئيس الجمهوريه يجب ان يفعل فصل 80، دعوه واضحه وصريحه من احزاب سياسيه ومن شخصيات سياسيه مرموقه في تونس لهذا، وذا يقتضي معناتها فيما جمله ما يقتضي اعلان الدرجه القصوى من حاله الطوارئ، تدابير استثنائيه بما فيها امكانيه لايقاف معناتها شخصيات سياسيه وغير شخصيات سياسيه في اقامه جبريه، استعمال القضاء العسكري كذلك في العمليه. يعني ممكن البيان نتاعكم جاء في اطار سياق هذا وفهم كذلك في اطار سياق العام، ما تنجمش تفصل الامور في الفهم عن السياق العام، رغم انه رئيس الجمهوريه نوعا ما كذب امكانيه معناتها كل ما يتعلق بحكاية على الأقل الفصل. الرئيس قال احنا 80. في الفصل 80 قال نحن تو في الفصل 80 فهمتني، نحن بطبيعتنا فيه قاعد فهمتني. فما ما نعرفش أولا كيفاش، شنو رأيك في
فيما تعلق ربطا من الأمور أولا ما بين ندائكم وهذا وثاني والسياق هذا وثانيا الدعوات هذه شنو رأيكم فيها معناتها هل فعليا هل هذا هو الحل الأخير معناتها؟ شوف بارك الله فيك على السؤال. احنا الفصل 80 ما فكرناش فيه اصلا، انا ما فكرتش فيه اصلا لاعتبار بسيط انه لا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر، لانه من جمله ما يقول شي يقول هو الفصل 80 يقول هل الاجراءات اللي يقع اتخاذها ديترميني دول توك بشهر معناتها استثنائيه غير وغير وغير لتسهيل تشييد شؤون الدوله كلها تحت رقابه المحكمه الدستوريه؟ لا بقطع نظر هذا يتم بالتشاور ما رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. أنت سيادتك مغادي وسيادتك مغادي وأنا مواطن والإخوان اللي يتفرجوا فينا تو ينجموا هذونا يقعدوا مع بعضهم يتشاوروا يقولوا هاي نطبقوا الفصل 80. دونك علاش الإنسان معناتها من هذاك يعني بكل صدق اللي الإنسان يؤلمه وقت اللي يسمع معناتها تحاليل معناتها يعملوا فيها سياسيين معناتها وغيره معناتها لا هذا سي الحاجه اللي هي مستحيله في الوقت الحاضر ولو كان تتم مبروك عليه. اما احنا هذه نشوفوا قاعدين نشوفوا معناتها كيف انت في الصباح مش تجي لهنا حاجه الانسان ما يحبش يقولها معناتها الناس في الصباح كيف يقوموا انت تخمم باش تجي كيما يقولوا للاذاعه مش تخدم على نفسك كل شيء. احنا المسؤولين نتاعنا بدون ما نسمي حتى حد ربما يخمم باش مش يعمل للمسؤول الا هو انفاس. حتى حد ما قالش بينا ما ننجو في الفوسفات عندنا 10 سنين، حتى حد ما قال السياحه نتاعنا معناتها معناتها حتى حد ما قال اللي احنا عندنا 46,000 معناها معناتها وظيفه وهميه، حتى حد ما قال اللي فما 100,000 مليون دينار دخلوا للبلاد هذيا من عام 2010، هذه ارقام يقولوا فيها والحكومه مستعرفه بهم وسياده الرئيس معناتها ياكد عليها والخبراء الاقتصاديين نهار كامل عليها. انا وانت وهو مواطنين وقاعدين نشوفوا فينهم الانجازات اللي صاروا من بنزرت البنكردان فينهم فين نشوفوا في مشاريع معناتها كبرى شنية التصورات. احنا تونس اللي كانت مثل في حسن التسيير يعني كل 3 شهور 4 شهور ويهزها وفد نتاعها وماشي لافامي لو كان كيما يقولوا لافامي انو دي بلوك با معناتها ان ترانش ولا حاجه وما تجيش الشهري مش لو ترونت كيما تجيش لو 23 ولا لو 24 بعد منها برا امشي انت احكي على الفصل 80 وعلى غيره في الشعب. واحنا وباش ما نطولش باش الانسان يكون معناتها صادق ان الراي هذا في مصلحه رئاسه الجمهوريه في مصلحه رئاسه الجمهوريه مش انا نتقرب منها لا عندي معها لا علاقه ولا جمل. انا مواطن معناتها تونسي ونخلص في اداءاتي وعايش وعندي وليداتي وعندي احفادي كما الملايين معناتها نتاع التوانسه يحبوا يشوفوا الامور واضحه. انت نقول لك انا معناتها معناتها حاجه نخدموا بها انت لو كان ما نمشوش في الشيء ما كان ما نمشيوش في حاجه عمليه معناتها انت الناس اللي توا قاعده يعني سواء اللي يوظف في البيان هذايا والناس والصفه نتاعهم وبالمده ولا بالشلطه وعقيد ولا موش عقيد ولا واحد وكذا وغزر للب نتاع الموضوع وانتم ناس صادقين وعندكم امانه حتى قدام الراي العام في توصيل الـ 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 المعلومه. وانت شكون قال لك مش فما برشا ناس تخلق في الجدل هذايا باش ما يتم حتى شيء وكي ما يتم حتى شيء شنو اللي يستنى شنو مصلحتهم؟ نعم شنو هي مصلحتهم استاذ بشير؟ ما نعرفش الثابت فما ناس في البلاد هذيا البلاد ماهيش ماشيه معناها ستنفات معناها سي لا باليس معناتها البلاد ماهيش ماشيه الا تكلموا يقول لك مني انا اللي تكلموا معناتها المشاكل نتاع باسبور ديبلوماتيك ياخذوه ولا ما ياخذوش واحد عامل عنده مشكله ترفع عليه الحصان نسلموا في اللب نتاع المواضيع ولا هذا ترفع عليه ولا ما ترفعش عليه هذاك بعثوا له ولا بعثوا له لي كاستيون ماكرو بوليتيك لي كاستيون ماكرو ايكونوميك اللي عايشتهم البلاد مانيش نحكيو فيهم شكونش انا رئيس الحكومه ما نعرفوش وشو البوفوار اللي عنده هو ما خدوش في الشرعيه نتاعو ووزاره بلي رئيس الحكومة مخدوش في شرعيته لا 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 قلت لك مخدوش في شرعيته كيلكو بار كيلكو بار ما قلتلكش انا خادش في الشرعية نتاعه انا شو نقول؟ انا شو نقول؟ كمواطن بتجربة متواضعة بلي نفرضوا جدلا توا 8 تقريب وزارات فارغين
فارغين عندهم اربع شهور ينجم يقعد 2024 فارغين. الروح شكون يعلم الديبار نتاعها؟ مول مول سبحانه وتعالى ولا؟ طبعا نفرضوا جدلا لا قدر الله وربي يحميهم الكل وربي يحمي التوانسه الكل ومسؤوليهم اللي في النظام واللي معارض واللي جاي ضد هالبيان نتاعه ولا غيره، واحد يحصل له معناها مكروه ينزل شام رئيس شام ويبدا عنده وزاره وزاره بالنيابه والا يستقي. ما هو فرضيات هذه قايمه ولات على مود ولا كيفاش نخدم؟ أنا نقول لك فما ناس ربما ما يساعدهمش، ما نحبش نقدم القدام، أما نعطيها إشارة مباشرة لسيد رئيس الجمهورية. احنا لا توجهنا لسيد رئيس الجمهورية لا باش نقدوه، ربما ماهيش لغة نتاع تطبيق ولا تذكير ولا غيره. هل تفاعل معاكم سي بشير رئيس الجمهورية لحد الآن؟ هل فما تجاوب من مؤسسة رئيس الجمهورية مع هذا النداء اللي وجهته رأسا لسيادة رئيس الجمهورية كما ورد في العنوان الكبير؟ لا 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 دون سوى. شوف هو نهار كتبناه معناتها كي مش يخرج نهار 26 ولا حاجة كيما هكا، أنا ومحمد محمد المدب ما أنا في الليل نتفرج في الأخبار باب صدق باب صدفة اللي نهارتها السيد رئيس الجمهورية يتحدث مع السيد وزير الدفاع الوطني ويتحدث مع السيد رئيس الحكومة، لا نعرف عليه باعتباره رئيس الحكومة لا نعرف وزير الداخلية بالنيابة نفهم احنا، اما ما نعلقوش، اما اقول دائما وابدا هذه فتيحة خير. شوف يا صديقي، شوف وقت التنظيم سياسي يقول راهو وقت المسؤول الفلاني مشى للدولة الفلانية ها ويقابل في المسؤولين تاع الدوله هذيك باش يطلب منهم تمويلات ولا استثمارات، ويقول راهو المؤسسه الساميه اللي هي رئاسه الجمهوريه اللي انا نزهه كمواطن اتصلت بك البلاد هذيك وقالت لهم هذوكم مش شرعيين وما تتعاملوش معاه، يعني وصلنا لسدره المنتهى، وصلنا للاخر. دونك اللي مش فايق معناتها بهذا والا يشوف وغدوه يطلع كل واحد يتزعم وهذا كبير ومعناها وفما حتى اختصاص في القدح في شرف الناس. شو معناتها؟ معناتها تو جماعه هذونا اللي ساعه شو بكر بن كريم عمر يسامحني شو بكر عمره 83 سنه، شو مش يقدم السي في نتاعو باش يولي معتمد ولا ولي؟ محمد المد مش يقدم السي في نتاعو ولا انا مش يقدم السي في نتاعي؟ الدوله هذه قراتنا، الدوله الوطنيه قراتنا وصرفت علينا، وفي السلم الاجتماعي كل واحد كيفاش ربي معناتها مكنه باش يخدم ولا بخدم بلاده وعاش في البلاد معناتها هذه، من واجبه باش يقول يعني لا انا ضد سيد رئيس الجمهوريه ولا انا ضد اختيارات الشعب، كي الشعب يحبك صحيح توا في تونس مش هذا يعني حتى عام جاي حتى كي تبدل الحكومه ونتمنى شكون يكذبني هذا تحت مسؤوليتي الخاصه، كي نتواصلوا بالشكل هذايا شنو النتيجه اللي مش نوصلوا لها في الاخر؟ نحيوا رئيس حكومه ونجيبوا رئيس حكومه افيك لو ميم فينومين اللي نشوفوا فيهم توا، وهذا هذا تقييم ما عنده حتى علاقه بالنداء اللي عملناه. تقييم الناس اللي عملناه في الحكومه اللي قبل هذا، ما هو كانوا في الحكومه وقالوا التنظيم المعين اللي هو مسيطر على الوضع كانوا معاه ومتوافقين معاه ويحكموا معاه، خرج ما عاش معاه. بلي على فرض لو كان يجي توا سيد رئيس الجمهوريه ويختار واحد رئيس حكومه تابع يجمع هذول ينظر مش يحطوا يديهم في دين التنظيم السياسي هذاك ولا لا؟ ذا كيستيون فوندامونتال، حط يدين معاه ويخدموا ووحده. شوف انت، شوف انت من عام 2011 شكون قعد في 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 بلاصته في التوافقات؟ قداش من واحد انتخبوا حزب وقعد يمثل الحزب نتاعك؟ كنت تغزر له البازل معناتها انا ننتخبك على مشروع معين من غدوه نلقاك مع واحد اخر. تفضل. سي بشير برشا وجع في عينيك في نبرة صوتك. وجع ليش؟ احكي بتأثر. عليه. علاش توس؟ توس بديناها. توس بديناها تجي تقول لك تكتب وعسكري ماكش عسكري واحد. شوف احنا وين؟ شوف احنا وين كل مثال في كل شيء بعد وانت تلقى روحك معناتها كذا والناس اللي معناتها في كومونيكي ودي واحد وكذا وكذا وكذا. ما تعملنا احنا وجهنا نداء
نداء مش نعتريه باربيدور مش رسالة هكا ولا بيرادار دروس نداء لسيادة رئيس الجمهورية هو اللي من حوله الناس اللي يستهيم كان تفاعل تفاعل كان ما تفاعلش النقطة أرجع لستر توفر هنا الحكاية ليه فيها الاخر فيه انا قلت لك الناس هذول ما نعرفهمش مانيش خايف كان جيب يقول لك اصدقاء والله العظيم ما نعرف غدوة يدخل واحد داخل ولا واحد داخل يدخل يقول انا مانيش موافق لا هو ذلك ثم مئات او الاف تفاعلوا قالوا والله هذا توجه سريع هو بسيط بسيط على الاخر وقابل معناتها للتنفيذ يكفي كون انسان يجي يتكلم بلغه الحكمه هو نورمالمون ما اقربش من رئيس الجمهوريه اللي اكثر التوانسه هما اللي انتخبوه يتكلم حتى الناس كل الصف معناتها ولا لخدمه التنظيم هذا ولا خدمه التنظيم هذا ولا الحزب هذا اللي حبوا هذه سينو باش نرجعوا لتالي اصلا يعني لو كان احنا ماشيين في التوجه اللي حكوا معناها سامحني في العباره مش نكونوا اغبياء فقط نكونوا خونه وكان جينا مش نخدموا هذاك ولا هذاك نحب نشكرك ونحييك سي بشير مجدوب ورئيس جمعيه قدماء مع الدفاع الوطني دموعك عزيزه وغاليه ودموعك ان دلت على شيء تدل على وطنيتك وعلى عفويتك وعلى حبك للبلاد هذه وهذا ربما ليفسر صيحه الفزاعه والنداء اللي اطلقتوه لرئيس الجمهوريه اتمنى وان الطبقه السياسيه تتفاعل معاكم وتتجنب كل المغامرات غير المحسوبة المغامرات المجنونة لأنه البعض ربما يؤمن بالمغامرات السياسية المجهولة اللي ما عندها حتى معنى نتمنى وقعنا يكون غدوة خير ونتمنى ترجع بحذانا وتونس تكون في وضع خير شكرا مرة أخرى وربي يحمي تونس يحمي مؤسستها شكرا لك شكرا جهاد الحسين في الختام محمد اليوسفي سلم عليكم في أمان الله